انقلاب المثانة للخارج هو عيب خلقي نادر ومعقد تنمو فيه مثانة الطفل إلى خارج الجسم. يحدث هذا عندما ينمو الطفل في الرحم ولا ينمو جدار البطن والأعضاء الكامنة أو يتحدان معا بطريقة صحيحة. أسباب ذلك لا تزال غير واضحة. يؤثر انقلاب المثانة للخارج عادة على المسالك البولية والجهاز التناسلي والجهاز الهضمي والعضلات والجلد فوق جدار البطن السفلي وعضلات وعظام الحوض. السطح الداخلي للمثانة البولية مفتوح على جدار البطن السفلي أو البطن. يدخل الحبل السري أسفل من المعتاد فوق أنسجة المثانة مباشرة، ولا يوجد زر للبطن على جدار البطن. المثانة ليست مغلقة وليست مغطاة بالعضلات والجلد كما ينبغي، ولكن بدلاً من ذلك تكون المثانة بشكل أساسي ظاهرة إلى الخارج، والسطح الداخلي مكشوف إلى الخارج. جزء من مجرى البول، وهو الأنبوب الذي يربط المثانة بخارج الجسم، يكون مكشوفاً على السطح العلوي للقضيب عند الأولاد أو بين الجانبين الأيمن والأيسر من البظر عند الفتيات. لأن المثانة ومجرى البول لم يتطورا بشكل صحيح، لا تستطيع المثانة الاحتفاظ بالبول، ولا يستطيع طفلك التبول بدفق. وبدلاً من ذلك، يتقاطر البول بثبات على المثانة المكشوفة والجلد المحيط في الحفاض. عندما يولد طفلك، سيقوم الأطباء بربط الحبل السري بالمشبك البلاستيكي العادي. بعد استقرارك أنت وطفلك، سيغيرون المشبك إلى ربطة ناعمة. هذا يساعد في تقليل التهاب بطانة المثانة المكشوفة. سيقوم الطبيب بعد ذلك بتغطية المثانة ومجرى البول بضمادة شفافة لحماية المثانة وسطح المجرى البولي من تهيج الحفاض المحتمل. ستلتصق هذه الضمادة بجلد البطن من حولها، ولكنها لا تلتصق ببطانة المثانة المكشوفة. لا يزال من الممكن تصريف البول إلى الحفاض من خلال فتحة في أسفل الضمادة. تتطلب هذه الحالة التدخل الجراحي للتصحيح. لا يناقش هذا الفيديو التقنيات الجراحية المستخدمة، بل نطلب منك التواصل مع طبيبك للحصول على أحدث المعلومات. الرعاية المناسبة قبل الجراحة هي مهمة للغلق الجراحي للمساعدة في تجهيز طفلك للجراحة. هل لديك أسئلة؟ يقدم فريق برنامج انقلاب المثانة للأطفال في بوسطن إجابات. يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.